صباح الخير والبهجة والسعادة. النهاردة تاني يوم لانطلاق الدراسة، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. وزي ما وعدناكم هنكون معاكم في تغطية مفتوحة من التلفزيون اليوم السابع علشان نتابع معاكم كل التفاصيل المتعلقة باليوم التاني للدراسة. امبارح انطلقت الدراسة في عدة محافظات من بينها الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة، وكمان محافظة كفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا وشمال سيناء وبعض مدارس محافظة القاهرة والجيزة خاصة التابعة للكنيسة. النهاردة بتنطلق الدراسة في محافظات أخرى، وهي محافظات الأسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكمان دمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح، بإجمالي 25 مليون طالب وطالبة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن انطلاق الدراسة في المدارس سواء في المحافظات اللي بدأ فيها اليوم الثاني للدراسة أو المحافظات اللي بتشهد انطلاق الدراسة لليوم الأول النهاردة، كون معانا أستاذ محمود طه حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. بنقول لك أهلا وسهلا بيك يا محمود، ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك زميلي يا أحمد، أهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير عليك. عاوزينك تكلمنا عن سير العمليات التعليمية في المحافظات اللي بدأت فيها الدراسة لليوم الأول النهاردة. في الحقيقة زي ما أنت أشرت في بداية حديثك إنه الدراسة انتظمت اليوم في حوالي 60,000 مدرسة على مستوى الجمهورية. طبعا في بعض المدارس انطلق أمس والبعض الآخر اليوم هو أول أيام الدراسة. طبعا هناك أولا متابعة من كل قيادات التربية والتعليم سواء في الوزارة أو الإدارات والمديريات التعليمية لسير وانتظام الدراسة. هناك تعليمات طبعا واضحة من وزارة التربية والتعليم بتوفير أجواء آمنة للطلاب، وأيضا يعني تسليم الطلاب الكتب المدرسية. بدأ اليوم الدراسي طبعا بتحية العلم والنشيد الوطني وكلمة عن يعني حرب أكتوبر أو انتصار أكتوبر، وأيضا يعني تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة. طبعا يعني وكانت هناك تعليمات واضحة من المدارس للطلاب بضرورة الانتظام والحضور اليومي لطبعا لتحقيق نسبة الحضور المقررة، وأيضا كمان يعني تفاديا من الفصل، لأن الطالب لو في حالة عدم تحقيق نسبة الحضور المقررة يعني بيتم توجيه إنذار له، في حالة عدم الاستجابة بيتم فصله وإعادة قيده مرة أخرى. جميل. طيب لو جينا نتكلم عن المحافظات اللي بتستمر فيها الدراسة لليوم الثاني على التوالي، احنا عارفين ان في عدد من المحافظات بدأت فيها الدراسة امبارح والنهاردة تاني يوم دراسي. مر ازاي تاني يوم للدراسة والأوضاع بقت عاملة ازاي في المدارس اللي بدأت تستقر بقى فيها الدراسة بشكل يعني مستمر؟ يعني هو طبعا تم يعني في اليوم الاول عادة بيتم تسكين الطلاب في أماكنهم وتوزيع جدول الحصص على أعضاء هيئة التدريس. بالنسبة لليوم الثاني بالمحافظات التي انطلقت الدراسة فيها أمس، طبعا أكثر استقرارا من المدارس التي انطلقت فيها الدراسة اليوم، لأنه طبعا الطلاب عرفوا أماكنهم داخل الفصول، وأيضا أعضاء هيئة التدريس بدأوا في يعني شرح المنهج وفقا لتوزيع المناهج الدراسية. وبالتالي يعني المدارس التي انطلقت فيها الدراسة أمس أكثر استقرارا، رغم أنه أيضا المدارس التي يعني بدأت الدراسة فيها اليوم يكون هناك نوع كبير من الاستقرار، لأن طبعا يعني في توجيهات صارمة من الوزارة بضرورة تحقيق الانضباط خلال العام الدراسي الجديد. طيب هل في تعليمات جديدة أو ملاحظات من غرفة عمليات الوزارة لليوم الدراسي حتى الآن، أو أي مشكلات واجهت الطلاب أو حتى أولياء الأمور؟ طبعا هو مش مشكلات، هي بس بتبقى يعني توجيهات من الوزاره. بالنسبه لغرفه عمليات ما فيش اي مشكلات بيتم يعني وردت للغرفه حتى الان، الا المشكلات البسيطه خالص اللي هي طبعا متعلقه ب يعني المواعيد الحضور خاصه بتوزيع المناهج والمقررات. لكن طبعا الكتب وصلت للمدارس، وفي بعض المدارس رغم أن الدراسة بدأت فيها اليوم ولكن
بالفعل قامت بتسليم الطلاب للكتب المدرسيه، وجهات من الوزاره بعدم ربط تسليم الكتب المدرسيه للطلاب بالمصروفات، خاصه طلاب المدارس الحكوميه من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي. طبعا توجيهات ايضا من الوزاره بتفعيل يعني التعليم الالكتروني خاصه للطلاب في صفوف المرحله الثانويه، لانه طبعا المرحله الثانويه ما فيهاش كتب ورقيه، بيعتمدوا على التابلت، وبالتالي يعني هناك تعليمات لفريق التطوير التكنولوجي في المدارس بتفعيل المنصات الرقميه ومنصه التعلم على بنك المعرفه للطلاب لاستقرار العمليه التعليميه. طبعا دكتور رضا حجازي امس كان في محافظه دمياط بيتابع سير وانتظام العمليه التعليميه، النهارده طبعا في محافظه بني سويف ايضا لمتابعه انتظام الدراسه، وبيوجه طبعا قيادات التربيه والتعليم بتسليم اي عقبات او مشكلات تواجه الطلاب او اعضاء هيئه التدريس. حريصه الوزاره على تحقيق مناخ امن وصحي للطلاب واعضاء هيئه التدريس مع بدايه العام الدراسي الجديد. في غرفه عمليات مشكله على مستوى الاداره والمديريه والوزاره لتلقي اي مشكلات تتعلق بالعمليات التعليميه سواء من المدارس نفسها او من اولياء الامور والطلاب. طبعا هناك يعني فريق للمتابعه بيتابع يعني المدارس بشكل يومي لتسجيل اي عقبات تواجه الطلاب. طيب قبل ما اختي معاك يا محمود، عاوزينك تكلمنا عن زياره وزير التعليم النهارده لمحافظه بني سويف عشان نتفقد يعني سير العمليه الدراسيه في المدارس المختلفه بالمحافظه. وطبعا الدكتور رضا حجازي يعني يمكن بدايه عمله كان معلم، وبالتالي يعني قريب جدا جدا من ارض الواقع، وعايز يتابع العمليه التعليميه على ارض الواقع. زي ما اشرت انه كان امبارح في زياره لمحافظه دمياط والنهارده بني سويف، هو وكمان هو لديه يعني خطه للزيارات الميدانيه داخل المدارس على الاقل في الاسبوع الاول والثاني من بدايه العام الدراسي، طبعا للتاكد من يعني استقرار العمليه التعليميه وحضور الطلاب، لانه هناك يعني نيه او هناك اصرار من الوزاره لانتظام العمليه التعليميه، لانه بتاكد طول الوقت على انه المدرسه لها دور كبير في تنميه شخصيه الطفل، وبالتالي يعني انتظام الدراسه جزء مهم جدا جدا في العمليه التعليميه. محمود طه حسين الكاتب الصحفي باليوم السابع ومسؤول ملف التعليم، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا خلال تغطيتنا. مين معاكم في تغطيتنا عن تاني ايام العام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسه في عدد اخر من المحافظات النهارده، وكان ابرزها طبعا محافظات الاسكندريه وعدد اخر من المحافظات. خلينا اقول لحضراتكم ان المدارس النهارده الصبح شهدت دخول الطلاب واداء مراسم طابور الصباح في تاني ايام العام الدراسي الجديد في مختلف المحافظات، سواء المحافظات التي بدات فيها الدراسه مساء امس او الدراسه او المحافظات اللي بدات فيها الدراسه النهارده، وحرصت المدارس على ترديد النشيد الوطني وتحيه العلم، كمان وجهت رسائل توعيه للطلاب اثناء مراسم طابور الصباح بتحثهم على الحضور اليومي والانتظام في الدراسة بهدف تحقيق التفوق الدراسي. كمان يعني شهدت مراسم الطابور كلمة عن فضل الشهادة وتضحيات رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، ووجهت بعض المدارس الثانوية تعليمات للطلاب لتحقيق الانضباط في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وأكدت المدارس على أنه لن يسمح لأي طالب بدخول المدرسة بالمحمول، وكمان حذرتهم من ارتداء البناطيل أو البناطيل المقطعة مع ضرورة التزام بالزي المدرسي وخلع أي اكسسوارات حظاظات أو سلاسل وتركها في المنزل قبل التوجه إلى المدرسة، كما طلبتهم بالالتزام بمواعيد الحضور وتقصير الشعر بشكل طبيعي والابتعاد عن أي خروج عن المألوف. خلينا نروح لمحافظة أخرى ومعانا زميلنا هيثم البدري من محافظة أسيوط عشان نتكلم معاه عن تفاصيل اليوم الدراسي في المحافظة اللي تاني طبعا النهارده تاني أيام الدراسة في محافظة أسيوط. أهلا بيك يا هيثم ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. في بداية تحية ليك يا أحمد ولكل الزملاء في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. أهلا بيك. في البداية عاوزينك تكلمنا عن تاني يوم دراسة في محافظة أسيوط، الأجواء عاملة إيه
وهل بدأ الطلاب في تلقي دروس بقى بشكل مستمر، ولا لسه في بداية التعارف وبداية يعني توزيع الطلاب على الفصول المختلفة وتسليمهم الكتب الدراسية؟ يعني خليني بس معاك في البداية أتكلم عن المحافظة وعدد طلابها، ويعني الاستعدادات اللي احنا بنتكلم عموما كانت قبل المدارس وبعد المدارس، وكمان خطة الدولة تحديدا للقضاء على حاجة مهمة جدا وهي التكدس الطلابي. وأنا بتكلم يا أحمد عن أسيوط، أنا بتكلم عن قرابة 1,224,365 طالب وطالبة، دول إجمالي عدد الطلاب الموجودين في المراحل المختلفة بدءا من رياض الأطفال وصولا للتعليم الثانوي والتعليم الفني وكمان التربية الخاصة. يمكن واحنا بنتكلم عن التعليم بنتكلم عن أركان مهمة، سواء المعلم أو المتعلم أو حتى البيئة المدرسية. البيئة المدرسية دي كانت مهمة جدا، إن احنا بشكل كبير جدا الدولة كان هناك اتجاه خطة طموحة للتوسع في بناء المدارس استيعاب الكثافة. يعني طبعا يعني على مدار العمل بنتكلم كتير جدا عن كثافه الطلاب المتواجدين. اسيوط يعني عام بس في هذا العام نفذت قرابه 495 مدرسه جديده، من ضمنها مدارس حياه كريمه اللي حوالي عددها 88 مدرسه. يعني احنا بنتكلم ال 495 دول يا احمد يعني بنتكلم على تكلفه قرابه 2 مليار جنيه و286 الف. ده جانب ما قبل المدرسه، دول دخلوا بالفعل العملية التعليمية، فيها مدارس جديدة، عندنا مدارس تجريبية جديدة دخلت الخطة كمان في محافظة أسيوط. كل الحاجات دي خلاص بالفعل بدأت مع هذا العام الدراسي الجديد. أسيوط زي بقى المحافظات من حيث زي ما كنت بتقول في بداية رسالتك، الالتزام بالزي المدرسي، الالتزام بعدم اصحاب المحمول للمدرسة، الاكسسوارات، الالتزام بشكل كبير جدا القوانين المنظمة للعملية التعليمية في كل مدارس مصر من ضمنها محافظة أسيوط. امبارح كان في جولة بداية اليوم عندنا، كان امبارح السبت المدارس العامة، النهاردة عندنا المدارس التجريبية. لو هتكلم معاك على بداية العام الدراسي امبارح كان في جولة طبعا لقيادات المحافظة برئاسة اللي هو عصام سعد ومحافظ أسيوط، كان في جولة على عدد من المدارس اطمئنان على سير العملية التعليمية. برضو ما زال موجود موضوع في الحسبان الإجراءات الاحترازية، ضرورة يعني التباعد، ضرورة ان احنا اخذ الحيطة والحذر حتى ولو كان هناك يعني تراجع بشكل كبير جدا في اعداد المصابين بالفيروس، لكن ما زالت هناك اجراءات احترازية، تهوية جيدة للفصول، يعني التأكد من النظافة ونظافة حمامات المدارس، الصيانة لعدد من المدارس، كل دي خطة يعني نقدر نقول عليها هي شيء بيتم اتباعه او تقليد سنوي بيتم في كافة مدارس مصر. النهاردة كمان وانت بتتكلم عن التعليم كان عندي بداية الجامعات، يعني امبارح كان عندي الجامعة الأهلية، أول جامعة أهلية في محافظة أسيوط تم افتتاحها بالفعل أمس بالمحافظ والدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عمولة نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. احنا ده كان عندنا أول جامعة أهلية تم افتتاحها ضمن عدد من الجامعات الأهلية، ويمكن ولو الوقت متسع ليك وبنتكلم عن الجامعات الأهلية، ده نوع جديد من الجامعات بيركز بشكل كبير جدا على برامج تعليمية محددة وبرامج تعليمية جديدة بتضاف للارتقاء بمنظومة التعليم ويعني ربط التعليم بسوق العمل خارج هذه الجامعات، وبنشوف سوق العمل هو محتاج إيه حاليا وبنصدر له أو بنخرج له طلاب مؤهلين لسوق العمل الحالي. تم البدء في 7 كليات في هذه الجامعة في مدينة أسيوط الجديدة. النهاردة كانت جامعة أسيوط العامة أول يوم بدأت ب يعني تحية العلم وفي المخيم الكشفي داخل جامعة أسيوط، وبالفعل بدأ العام الدراسي في جامعة أسيوط بتحية العلم والنشيد الوطني، وده تقليد سنوي بيتم في الجامعة، وبدأ وفي استقبال الطلاب في كافة كليات جامعة أسيوط. طيب بالعودة مرة أخرى إلى المدارس، هل في أي مشاكل ظهرت سواء أمس أو اليوم أو شكاوى من الطلاب أو حتى أولياء الأمور؟ والله بص يمكن ما كانش فيه حاجة بعينها، لكن نقدر نقول عشان بس نكون موضوعيين بشكل أكبر، إن عادة في الأيام الأولى في الفصول زي ما بنقول كده صراع المقعد أو المقعد الأول، هو ده بس العادة اللي بنتمنى إنها تتلاشى من كل مدارس مصر، كل أولياء الأمور في عدد كبير من المدارس وخاصة المراكز والمدارس اللي موجودة في المراكز والقرى. عادة غريبة أو مش عادة غريبة، عادة يعني تقليدية، إن كل ولي أمر
بيحاول ان ابنه يعني يقعد في المقعد الأول. المقعد الاول. دي يمكن دي كان فيه هناك بعض التكدس اللي موجود في بعض المدارس، ولكن عادة ما بيتلاشى سريعا مع بداية العام الدراسي وبداية الطابور الصباحي والسماح لأولياء الأمور بالخروج خارج المدرسة. بيتم بقى أو في اليوم الثاني للدراسة بيتم يعني التغلب على هذه الفكرة، وخلاص بيتكيف الطلاب داخل مدارسهم، وكل مدرس بيحاول ينظم فصله بشكل جيد وبشكل سليم. لكن يمكن دي كانت العادة بس اللي كانت موجودة، اللي ظهرت أو اللي نقدر نقول عليها أحمد موجودة يمكن في كل محافظات مصر، مش موجودة في محافظة أسيوط فقط. صحيح صحيح. زميل الكاتب الصحفي هيثم البدري كان معانا من أسيوط، بنشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا خلال التقصير. تحياتي يا شيخ. دي كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بتاني يوم دراسة في المحافظات اللي بدأت فيها الدراسة النهاردة، وكمان كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بتاني يوم دراسة في المحافظات اللي بدأت فيها الدراسة أمس. بشكركم على حسن المتابعة، ونوفيكم بمزيد من التفاصيل عن كل ما هو متعلق بالدراسة في الموسم الدراسي الجديد. بشكركم مرة تانية، وإلى اللقاء. كان معكم أحمد الجعفر.